قصة أرويها كثيراً. واحد يعمل على حمار لنقل حاجات الناس، ليس له في الدنيا إلا هذا الحمار. مات الحمار، انقطع رزقه فجأة، دفنه في مكان وأنشأ فوق قبره 4 جدران وقبة خضراء، وعمل على النافذة شموع وسمى اسم ولي كبير، وأوهم الناس أنه ولي كبير. فجاء الناس من أطراف البلاد يتبركون بهذا الولي ويقدمون له الأضاحي والحاجات السمينة، فهذا عاش ببحبوحة أنسته كل أيام الفقر، عاش ببحبوحة لا توصف. هل بإمكانك أن تقنعه أن تحت هذا البناء حمار مدفون؟ بيطلع بروحك، مع أن قناعته أن تحت هذا المكان مدفون حمار أكبر من قناعتك أنت، لأنه دفنه بيده. لكن المنتفع لا يناقش، خذوها قاعدة، المنتفع بفكر معين لا يناقش، والذي يناقشه يعد أحمقا، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لا تحاور مثل هذا الإنسان، منتفع، هذا منتفع بهذه الفكرة التي روجها بين الناس. المنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لذلك مثل هذا الإنسان دعه، لا تلقي له بالاً، لا تلتفت إليه. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولكن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رفض الدين، إذا رفضت الدين ألا تموت؟ في موت، في قبر، في حساب. لكن بين أن تصحو قبل فوات الأوان وبين أن تصحو بعد فوات الأوان، بين أن تصحو قبل فوات الأوان وبين أن تصحو بعد فوات الأوان.